أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم على قناتكم مع ظروف 89 على اليوتيوب في حلقة جديدة النهاردة. خليني أحكي لك إن في البداية إن أنا أول ما اتخرجت اشتغلت في مصنع اللي ما كانتش فاهمة يعني إيه صيانة وقائية، اللي هي البريفنتيف مينتنس، وأنا كنت مهندس لسه حديث تخرج برضه مش عارف يعني إيه صيانة وقائية. إذا مهندس مش عارف يعني إيه صيانة وقائية راح مصنع صحابه مش عارفين يعني إيه صيانة وقائية، فالاتنين دخلوا ببعض. تخيل أنت بقى المعضلة العظيمة. القصة وما فيها إن موضوع الصيانة الوقائية ده طلع موضوع مهم جدا جدا جدا، والكونسبت بتاع بريفنتيف او المينتنس انجينير مش متداول او في الاخيره عندنا هنا في مصر. مهندس صيانه ممكن تلاقيه في اي مصنع من المصانع ماسك حسابات، مهندس صيانه ممكن تلاقيه ماسك خط انتاج بيعد المنتجات، مهندس صيانه تلاقيه عادي يعني شغال طول ما المكن شغال. انا شغال لو حصلت مشكله بدور بقى واشوف حد يحلها لي. وده كان الكونسبت الشائع معظم المصانع اللي موجودين، ولا يزال في كثير من المصانع اللي موجوده. اول حاجه فلان ربنا اداله شويه مال اشترى مكانتين فبيصنع حاجه وبينتج وبيبيع وخلاص على الله كله، ولا هو بقى عارف يعني ايه صيانه ومش صيانه، ولو حاجه باظت عنده يقول لك الدنيا تقوم وتتهد، ان انا لازم الموضوع ده لازم حاجه تتصلح وما تنامش وما تروحش وما تعملش. طب انت فين اصلا من البريفنتيف مينتنس اللي هي بتتم على مدار العام عندك علشان تحمي الحاجات ديت ان هي تبوظ؟ لحد ما ربنا قدر كان الكونسبت ده متاح معايا او ماشي معايا على طول. عايز اعرف مهندس الصيانه ده بيعمل ايه، وظيفته ايه، لكن هو طلع حاجه كبيره جدا جدا جدا. ربنا قدر واتعاملت مع شركه اجنبيه في موضوع صيانه والبريفنتيف مينتنس ده ماكينة معينة او ماشين معين، كانت التعامل معهم راقي جدا 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 جدا. الناس حاطة تشيك ليست عبارة عن مجموعة من البوينتس اللي موجودة، هم ادرى الناس بالمكنة اللي صنعوها واللي عملوها، فحاطين تشيك ليست. التشيك ليست ده في مجموعة من النقاط حضرتك بتعملها بصفة دورية على المكنة بتاعتك او على المعدة بتاعتك علشان تتأكد ان المكنة بتاعتك والمعدة بتاعتك شغالة بشكل سليم. خلينا نقول برضو ان الوظائف، وظيفة البريفنتيف مينتنس، هي عبارة عن صيانة صيانة وقائية، ان انا اشعر او احدد او الحق الخطأ قبل حدوثه. يبقى وظيفة الصيانة الوقائية ديت ان انا بعمل وقاية للخطأ او الفيلير قبل حدوثه. كلنا عارفين ان اي حاجة في الدنيا لها عمر افتراضي لا محالة، يعني اي حاجة هتنتهي يعني مش هتنشغل شغالة طول عمرها، هتنتهي اكيد. يعني انا عايز اطول العمر الافتراضي بتاعها ده، عايز اطوله، فبعمل عملية الصيانة الوقائية. زي مثلا تعالى كمثال بسيط كده، في السيارات او في العربيات حضرتك بتغير السيور بتغير الفلاتر كل فتره لصيانه وقائيه. هو انت هتستنى لما السير يتقطع ويعطل بيك في الطريق وبعد كده تبدا تشوف انت هتعمل ايه؟ لا، انا عند 40000 كيلو مثلا بقوم جاي مغير السيور، عند مش عارف كام كيلو بغير فلتر الزيت، عند كام كيلو بغير فلتر بنزين، كام كيلو بغير فلتر، وهكذا. وعارفنا برضو نفس الكلام في التعامل مع الشركه ديت، كانوا حاطين تشيك ليست، كان من ضمنها انك تغير الفلاتر بتاع الكباين. عارف كابينه الكهرباء الالكتريكال كابينت ديت بيبقى فيها فلتر كده عليه مروحه. انت عارف ان موضوع التهويه ده مهم جدا 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 جدا. في احدى المرات كانت الكباين ديت المفروض ان هي فيها مروحه، المروحه دي شغاله، التكنيشنز فصلوا المروحه وما شغلهاش بعد ما نزلوا. كانت النتيجه ان باور دايت وعنصر مهم جدا في الماشين ضرب، اتحرق من الحراره. فانت متخيل كميه يعني وظيفه التهويه ديت ومدى اهميتها في الموضوع. كمان ان الفلاتر ديت اللي هي المروحه عليها فلتر، بتغير الفلتر ده كل فتره عشان الاكريبه وعشان 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 تبقى في تهويه، في روح للمعده موجوده معاك. ده من ضمن البوينتس اللي كانت موجوده. من ضمن البوينتس مثلا اللي موجوده برضو عندك الزيوت، زيت الجير بوكس، زيت بيبقوا حاطين فيه حاجه كده زي سنسور او حاجه انديكيتور يوضح لك هل في رواسب موجوده جوه الزيت ده ولا لا، ولو في رواسب هل الحقها، الحق اغير الزيت ولا ما الحقوش عشان ما يعمليش يعني مثلا بيدل لي التروس اللي جوه اتاكلت ولا لا، في حاجه قريبه جايه ولا لا، في حاجه ممكن تعمل لي خطا اكبر الحقها، فممكن تعمل لي خطا اكبر بعد كده ولا لا. ده كله في الحسبان. فلاتر بتتغير، فلاتر الزيوت بتتغير، في عندك كمان تشحيمات مهمه جدا، في تشيكات كمان على مدى الفايبريشن بتاع الماشين بتاعك، هل الفايبريشن ده مؤثر، مدى معدل الاهتزاز يؤثر على لي رينج معين، حاطين سنسورز معينه بياخدوها وبيحللوا الداتا ديت، والداتا ديت بتتحلل على اساسها ان هم يعرفوا مدى الفايبريشن بتاع الماشين، التربطات بتاعتها كويسه ولا لا. ده كله بريفنتيف مينتنس. فالصيانه الوقائيه شيء مهم جدا. في المصانع بقى ممكن ما تلاقيش التشيك ليست ديت موجود، وكثير من الناس تبقى محتاجه ان هي تراجع حد او حد يحطها التشيك ليست. ان انا لما كنت دخلت المصنع كنت تايه اصلا في بدايه الامر، تايه توهاني السنين، يعني انا اصلا
مش عارف يعني ايه بريفنتيف مينتنس وايه اللي المفروض يتعمل للمعيد. ولذلك مهندس الصيانه ده او مهندس المينتنس ده لازم يكون على درايه كامله بالمعيد ده، ان هو مثلا يكون يشتغل تركيبات قبل كده في الماشينز في المعدات في 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 اتمرمط شويه علشان بعد كده يعرف يعمل صيانه وقائيه. التركيبه دي بتاثر معايا جدا على الكونتاكتورز على الزيوت على تيور على حاجات كتير جدا. كمان الفيجوال انسبكشن الرؤيه والمعاينه بالعين كده في شرخ في حاجه معينه، في موتور سايب، في مسمار سايب، في تسريب في حته معينه، ده مهم جدا. فانت النهارده لو طلعت من حين لاخر ما تسيبش الماشين كده شغاله 24 ساعه لحد ما تقف لوحدها، لا ده من حين لاخر بروح اوقفها واشوف فيها ايه، او بالتناوب حسب جدول انت حاطه معدل زمني محطوط ان الماشين المعينه هيحصل فيها هتقف عشان يحصل فيها حاجه معينه. طبعا التجربه في المصانع اللي اشتغلت فيها ما كانتش كده خالص، لمجرد خطوط انتاج عايزين يشغلوها 24 ساعه في اليوم ما توقفش عشان الانتاج عشان الفلوس، انما الماكينه الماشين تقف وانت مهندس تيجي توقف الانتاج علشان تعمل لي مش عارف ايه وتعمل لي صيانه ومش عارف ايه والموتور اتحرق والانفرتر اتحرق او حاجه باظت، يحملك المسؤوليه ويقول لك انت مش شايف شغلك ازاي. فدي الصيانه الوقائيه. الصيانه الوقائيه هي عباره عن مجموعه من الخطوات، او بالانجلش هي عباره عن مجموعه من الستبس اللي بتتم على البلانت المصنع او الماشين معينه بحيث ان هي تزود مدى كفاءتها وتقلل وتخلي اللي هي بيسموها الديجريديشن يعني التدني في المستوى، ان انا عايز ازود من مستوى كفاءه المكنه بتاعتي باستمرار بحيث ان هي تدي اعلى انتاجيه واعلى حاجه كويس في حال ظروف التشغيل بتاعتها. وبتتم ازاي موضوع الصيانه الوقائيه ده يا جماعه؟ ان انا بيبقى عندي مجموعه من المرجعيات او الديفولت بتاعتي ان هي بقيسها بينها وبين الحاله اللي موجوده دلوقتي، يعني مستوى الزيت المفروض ان ليه مؤشر معين، المؤشر ده المفروض الزيت ما يقلش عن مستوى معين، فالمؤشر ده كان المفروض يبقى ايه؟ يبقى فوق هنا، ده انا جيت لقيته هنا، لا فانا محتاج اعمل في الحاله ديت ازود زيت مثلا. ده على سبيل المثال يبقى انا عندي حاجه ايديال بقيس عليها الوضع الحالي. الوضع الحالي ده لو في مشكله او جهاز مثلا سيليكا جيل لونه اتغير عايز يتغير فببدا اغيره. ليه؟ لان الوضع الطبيعي ان المفروض اللون بتاعه يبقى ازرق او اللون البني الازرق الغامق ده او اللون البني الغامق ده، فانا عايز اغيره علشان وضعه الطبيعي مش زي مش في الايديال ستيت، فاهمني؟ وبالمقارنه بين الوضع الحالي والايديال ستيت انا ممكن اعمل كومباريزون يعني مقارنه، ومن المقارنه ديت اقدر اعمل كوركتيف يعني اصلح حاجه معينه على وشك ان هي تبوظ او باظت بالفعل. لاني انك تسيب الحاجه بايظه كده ده ممكن يعمل لوسز في البرودكشن يعني خسائر انتاجيه كبيره جدا. على سبيل المثال موتور من المواتير حضرتك حاسه بيسخن بطريقه غير طبيعيه، يعني حضرتك اكتشفت ان الموتور ده بيسخن بطريقه غير طبيعيه افضل ولا لما الموتور يتحرق وتتعطل 3 4 ايام على ما تلف الموتور او تجيب موتور جديد؟ فلا انا ممكن الحق الموتور في البدايه، ممكن الاقي في كونتاكتور مثلا مسقط كذا، في العزل بتاعه عايز يتزود، في حاجه عايز اخدها، في اكشن عايز اخده علشان اقلل الفقدان بتاعي. ويجي السؤال دلوقتي المهم جدا، ايه فايده البريفنتيف مينتنس؟ ايه اهميه الصيانه الوقائيه؟ الصيانه الوقائيه اهميتها بتكمن في انها بتقلل التعطيل المفاجئ للماشين بتاعي. المكنه ان هي تقف في حاله امرجنسي طوارئ افضل ولا في حاله ان هي تقف وانا مش عارف العطل ايه، ولا في حاله ان هي تقف عشان اعمل لها صيانه بتاعتها؟ لان عرضه انت ممكن سير يتقطع السير ده لما اتقطع اتفرتك، اتفرتك دخل في المروحه كسر مروحه كسر ريشه مروحه وكسر مش عارف ايه مضاعفات، في حين ان لو وقفت المكنه ربع ساعه بس عشان اغير السير كنت تشد كله خسرت مروحه خسرت سير، لا دلوقتي انا خسرت سير بس. وكمان المشاكل ممكن اكتشفها في وقت مبكر جدا واخد معاها اكشن كوركتيف اللي هو اكشن تصحيح قبل ما اي مضاعفات تحصل. ايه بقى العوامل اللي بتاثر في كفاءه الصيانه الوقائيه؟ اول حاجه الخطه المناسبه، الخطه المناسبه انك بحط خطه مناسبه لعمليه الصيانه وتكون مبرمجه برنامج كويس جدا 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 بحيث ان العمليه الفلانيه تكون واخده تايم يستحقها، مش واخده لا ازيد ولا اقل، الا اذا طبعا حصل حاجه مفاجاه، فطبعا انت في الحاله دي بتضطر تبرر موقفك وتوضح الخطا يعني. كمان الحاجه الثانيه اللي بتاثر التكنيشن اللي بيقوم بالمهمه مهمه الصيانه الوقائيه انه يكون فاهم جدا والقدره على انه يقوم بالصيانه المناسبه صح وبالظبط، وانك تعمل طقم كويس جدا ده مهم جدا عن طريق التدريب وعن طريق التعليم. كمان عدد الاشخاص اللي هم هيقوموا بموضوع البريفنتيف مينتنس ده مهم جدا، يعني ما نجيبش مثلا اشخاص قليلين واطلب منهم يعملوا عمل في يوم في حين هو محتاج اكتر من كده. ونيجي بقى دلوقتي لمميزات الصيانه الوقائيه advantages of preventive maintenance. اول حاجه اللي هي بتقلل لي الخروج المفاجئ، خروج عدم اللي هو مش مخطط او مش محتمل لفتره طويله، يعني مثلا unplanned بيسموه unplanned outage. كمان عطله السيستم لفتره طويله جدا بتبقى متجنبه في حاله انك بتعمل preventive maintenance اللي هي بيسموها PM. كمان هي بتزود العمر الافتراضي بتاع المعده بتاعتك
الكومبوننتس المستخدمه فيه، وممكن كمان استخدمها عشان تحسن اداء المعده او اضيف حاجه ممكن تعمل لي اداء افضل للمعده. كمان بتخلي السيستم بتاعي خالي من المشكلات، كمان بتخليك تشيك النظام بتاعك او الماشين بتاعك او محتاجه ايه المعده علشان تادي اداء افضل. ده مهم جدا، هتديك وقت طيب او وقت كافي انك تستطيع من خلاله تحدد المكنه بتاعتك محتاجه ايه. وده كان فيديو اليوم، بكون حضرتك استفدت، لو حضرتك استفدت لايك وشير، او مره حضرتك شفنا سبسكرايب في القناه، ما تنساش تفعل الجرس بتاع القناه عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، لان في مشكله في اليوتيوب هم شغالين عليها دلوقتي في الوقت الحالي، ولكن ان الاشعارات او الفيديوهات مش بتوصل لكل الناس. بس ارجوك فعل زر الاشتراك وشير بقى ولايك، وان شاء الله اصحابك على فيسبوك. انا عليكم ورحمه الله.